السلام عليكم يا شباب، يعطيكم العافية. معاكم أخوكم سعود من قناة جيكس. اليوم راح نجرب ياكم لعبة مارفل أفنجرز على التليفون. إن شاء الله تعجبكم اللعبة، خلنا نجربها لكم الحين. يا سلام، هذا ثور أكيد جاي. أنا واضح السالفة. طبعا اللعبة مترجمة باللغة العربية، يصير تختار اللغة اللي تبيها. تصوير جدا واضح لي تليفون السامسونج جالكسي نوت 9. فاهم. طبعا ما في اصوات باللاعبين، بس مجرد شات يقول لك يصير هني يتغير لاعب خطر. لا كبارتر حلو. تعال سلام سلم. سلام سلم. وايد قوي. كان زين لعبة افنجرز اللي على بلايستيشن 4 يصير كذي، يعني يحط لك وايد لاعبين ويساعدونك. دعونا نتفقد الوضع. يلا، ما يصير تحكم بالكاميرا. ظهر وضعية الأوتو، توجه اللاعب والكاميرا تغير المسار. بس والله اللعبة يعني واضحة، يعني على التليفون 4K. يعني هاي كابتن صاير. طيب ما قاعد يطق الثاني. بلشنا التقليد. اعطاهم الرعد. خلصنا مرحلة. اكتمل سجل ارسلني مدير العانة في خطر.
حتى لا يمكنني معرفة سببنا في الشد. سنرسل جوكستا إلى مغرب نهاية العام. ستكون المدير الجديد لشيل أشياء اليوري بعد تدريبات المؤدة لعملاء جدد مثلك. اوكي، التنقل في المهام تحقق من تدريب العميل والمهام. ويقول لك كذي كلمة الدمج. حلو، جيد، اعتقد انك جاهز. نحارب قوة شرير المهام. وايد حكي صراحة كده. أقول كابتن أمريكا وايرون مان وبلاك ويدو أثناء تقدمة القصة. أبي ثوران، لا تعطوني اللاعبين الثانيين هذيله. أوكي، نظام طاقات، وإذا خلصت الطاقة ما تقدر تلعب. هذه مشكلة الألعاب اللي بالتليفون. عشان شنو؟ عشان تدفع فلوس وتلعب. والله الترجمة لا بأس منها، شيء طيب. اوكي، بس اشكال اللاعبين وايد حلوة وواقعية، يعني نفس الفيلم. بس والله حالاته أونلاين. شوف متأهبا. خل نسكر الإشعارات عشان ما حد يكلمنا عن إذنكم يا شباب. هذه نقطة نسيناها والله بالتسجيل. الواتساب أكثر شيء يصرفون. نرجع للعبة. اوكي، طبعا هذه هي العاب التليفون، بسيطه وهاديه وكلكم عارفينها. لقد اكتملت مهمتك الاولى. حلو، يمكنك الحصول على العديد من المكافآت عند اكمال مهمه. الحصول على مكافاه عند اتمام المهمه التاليه لاول مره. افرد رئيسيا. اوكي، حلو حلو، ودنا نغير لاعب ما يصير. اوكي، هني في سوالف تزيد اللاعب. اوكي اوكي، يا سلام ملابس. بس قاعد يتغير الحركات، شوفوه تحت قاعد يتغير الحركات. صد ملابس بس يتغير حركات اللاعب. معلومات. اوكي، هذيل مسكرين ما اقدر العب فيهم صدق. يعني شوف، اقدر العب بلاك ويدو اللي مفتوحين يعني. بس ما شاء الله وايد وايد شخصيات عد وخربط. يظهر نسبة حظ 14% عندما يتم. ما اقدر اطلع بعدين. اوكي، اهم السالفة الحين. ملابس ما شاء الله، بس هني شكلها غير حيل.
يلا نجرب لبس الطبيعي. شوف يعني لما تغير ملابس يكتب لك مثلا هذا اللبس مكتوب تحته Avengers Age of Ultron، هذا Secret Wars Civil War Avengers Infinity War. شيء طيب والله. شيء أزيد أنا، شيء أزيد، أزيد هذا، بزيد من كل مكان. يلا خلنا نزيدها كذي، نبلش مغامرة، خلنا نبلش نشوف شنو المرحلة هذه. أوكي أنا عندي ثلاث لاعبين، أقدر أغير لاعب. أوكي يلا بلاك ويدو نجربها. هذا قوي انا بالنسبة سلام وعليك يا بلاك. لا توجد قياسات حيوية بالداخل. قاعد يمشي الكلام اوتو. انا باري ولا شو الموضوع؟ اوه طلع هاكي بهاكي. هاكي بهاكي هاكي بهاكي يسوي الحين اقدر اطق يعني هذا اذا كان يمشي ولا ما يمشي. هذا كل شيء ثاني، هذا كان سهل. تفاصيل معرفة ما حدث مع هذه مع هذا القاعدة شيء اوكي. على فكرة هذا لم يكن اختطاف، فقد كان واضحا من الداخل. هل انت متأكد؟ بالطبع انا متأكد، انا اعرف انا لي هذا ليس منه. الله يفعنا هذا سهل. Thank you.
رشاشات يبا رشاشات يا الله عليك يا سلام تم اكمال المهمة حلو حلو اللي بعده يبا تأخرت كثيرا هو سيكون هنا قريبا انا لست مستمد الذي سيأتي كل ما سرقت مني لأن ذلك صحيحا ما هو هدفك سنعرف الغريب العاجل عندما نلتقي مرة أخرى أول كثافة جسم ويرتبها تضغي عليه ناتاشا هذه يكون زيبا ولكن يمكن هذا جدل نفس السنة بالضبط القصة قريبة حلو يا شباب وبكذي احنا نختم وياكم الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم اللعبة ممكن اكمل ممكن اوقف بس حبيت اجرب اللعبة وايد عجبتني الصراحة الوضوح حلو واللاعبين ما شاء الله كل واحد عنده قدرات حلوة بس ناقص ان اللعبة تكون اونلاين وكل شيء تمام وايد حلوة اللعبة انصحكم تجربونها اشوفكم على خير يا شباب ومع السلامة